متتبعي قناة الفاس باريس، مرحبا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. هذه تقريبا واحد من الشهور على الانتخابات الجماعية اللي دازت في المغرب. اشنا الحصيلة سعد المجالس المنتخبة؟ ناخذ نموذج عمل مدينة الدار البيضاء مع السي الحسن مطروف رئيس الرابطة الوطنية للمواطنة، من اجل يعطينا واحد التقييم ديال الرابطة حول اداء مجلس اللي تترأسه نبيلة ارميلي عن حزب التجمع الوطني الاحرار. السي الحسن مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي، شكرا لقناة انفاس على هذه الاستضافة. سي الحسن اسمح لي، سي الحسن هذه تقريبا واحد 7 شهور على الانتخابات الجماعيه اللي دازت الان، يعني الا خدنا غير الدار البيضاء نموذجا، شنو هو التقييم ديالكم لهذه التجربه الجماعيه الحاليه اللي هي يلاه في البدايه ديالها؟ يعني في البدايه ديالها باقي ما عرفش المشاريع ديالها النور دابا لحد الساعه، والبرامج ديالها باقا غير واضحه. كنت نشوفوا حنا دابا البرامج اللي كانت قديمه اللي كانت حاطاها المجلس السابق هو اللي باقي لحد الساعه هو اللي باقي كيخدموا عليه. وبعض المرات كاين تعثرات في واحد المجموعه ديال المشاريع على مستوى الجهات ديال الدار البيضاء، عملت الدار البيضاء لانه كنلقاو دابا واحد المقاطعات اللي هي مهمشه في الاستفاده من المجلس المدني، بينما ما كيعطيوهاش داك المشاريع اللي هي التطلعات اللي كاين. يعني هذا المجلس هذا هو كرس هذيك القضيه تاع ان المشاريع الكبرى تتبقى على وسط المدينه والمناطق المحيطه بها. بالفعل هذا هو اللي كاين دابا. اما بالنسبه اللي كناخذوا كمثلا مقاطعه مولاي رشيد، كنشوفوا بان هي عندها واحد المداخل كبيره كتمشي لمجلس المدينه والمنطقه ما كتستافدش منها. كاين فيها المجزره، كاين فيها سوق الخضر والفواكه، فيها هذاك الاسماك، فيها التبريد، فيها حي صناعي، فيها واحد المجموعه ديال المداخل كتمشي لمجلس المدينه، اما المنطقه ما كتستافدش منها. نرجعوا لمقاطعه مولاي رشيد من بعد، كما خدنا الدار البيضاء نموذجا، ناخذوا مقاطعه مولاي رشيد على مستوى الدار البيضاء كنموذج شيء، ولكن نبقاو في الدار البيضاء بصفه عامه. يعني المشاكل البيضاويين باقي تعاني نفس المشاكل، انت في حركه السير والجوال نفس المشاكل، المشاريع متعثره، يعني المشاكل تاع الحفار، علاش هذه المجالس المنتخبه ما تقدرش يعني تحل هذه المشاكل البسيطه للسكان؟ كاين الخلل بالضبط بالنسبه لكم؟ هذا الخلل بالضبط هو في هذا الشيء اللي يعني ولينا كنترحموا على الظاهر ديال 77 ديال الجماعات المحليه. ديك الوقت كانت الجماعه المحليه كتقوم بكل شيء لراسها. دابا ولا هذا التدبير المفوض هذاك الشيء خلق لنا مشاكل وما عطاش النتيجه. لان هو ما كان ديك الساعه المجلس كانت الجماعه كتقوم بالتزفيت، كتقوم بالحمل ديال بالازبال، كتقوم بواحد المجموعه ديال الخدمات كتاديها. دابا من دار التدبير المفوض ما عطاش الناس اصلا ما بقاوش عارفين مع من يهضروا، ما كاينش مع من لينا، ولينا كنت ديك الساعه كتمشي عند رئيس الجماعه ولا شي حاجه ديك الساعه كيعطي سميتو عنده ميزانيه ديالو، عنده كل شيء كيصرفها كيخدم كيشتغل. دابا حنا ولينا كنترحموا على الظاهر ديال الجماعات المحليه ديال 77. هذا بالنسبه لهذه الوحده المدينه، وهذا يعني انا كنعتبروا حنا تجربه فاشله، لان هذه التجربه كانت هي فرنسا اصلا هي اللي كانت دارتها راه تخلات عليها، ما بقاش غادي بها. حنا يعني انت من الاصوات اللي تقول بان تجربه وحده المدينه خصها يتم اعاده النظر فيها. اعاده النظر ديالها ترجع الظاهر ديال 77 اللي هو كان كيستي خدمات مزيانه. دابا حاليا كاين كيعرف هاد وحده المدينه كتعرف فشل، لان ولا عندنا مشكل دابا وليتي اي حاجه رئيس كتمشي عند رئيس المقاطعه كيقول لك واحد الدار بلاتي تنشوف مجلس المدينه يعطيوني، ولا خليت الصفقه نهود المجلس المدينه باش يوافق عليها. دابا مجلس المدينه كيوافق على الاحياء الراقيه كي ديما مهتم بها وكل شيء، الضواحي والعمالات اللي هما بحال مثلا مولاي رشيد، الحي محمدي، عين الشوق، هذا ما كاينش ذاك الاهتمام. ولكن البعض تيقول لا المقاطعات اللي ذكرتي راه خلات الحصه ديالها من المشاريع الكبرى تاع مدينه الدار البيضاء، تيعطيو نموذج على التراموي، يعني التراموي اي ربط ما بين المقاطعات تاع الدار البيضاء. دابا حنا ما عندناش مشكل ديالنا باش نديروا الربط، لان حنا ماشي في حنا في القريه معزوله، خاصنا العزله نفرقوا نحيدوا العزله بين المدينه والقريه وداك الشيء. ولكن هذا التروماي هو مشروع تعطى الشركه جات تستطروا عندنا في المغرب، ودابا حاليا هذا المشروع هذا ديال التروماي دابا حنا ماشي ضده، ضد الفكره وضد التطور وكل شيء،
ولكن طريقه الاشتغال اللي هو كتعرف دابا واحد المشكل اللي واقع لنا في الدار البيضاء في هذا الشكل ديال الترومي. دابا كيجي كيضرب واحد البلاصه كيعاود يديروا لك البلاي كيديروا داك الشيء يدير هنا يدير هنا على الاخر كيخلق لك مشكل في المرور. المرورات كتولي عندك مشكله تولي في العشيه الا بغيتي تقلص المساحه تاع الشارع قلت المساحه لان الظروف الاشتغال كتحبس كدير عقله السير كيولي مول طاكسي كتركب معاه كتقولي باغي تديني ليه كيولي هو مول طاكسي كيتشرط لك كيقول لك هذيك بلاصه ما نكملش بك خصني نحطك هنا. هذا مشكل خلقوا لنا بالنسبه للترومواي دابا لان ماشي انا ما فهمنا والو. انت انتما كرابطه وطنيه للمواطنه اشنو هي الاولويات اللي تبغوا هذا المجلس يديرها في هذا برنامج العمل ديال اللي بالمناسبه عطاه واحد المكتب الدراسات هو اللي يتكلف به؟ بالفعل الا كان المكتب الدراسات كانت عنده الطريقه عقلانيه والتدبير عقلاني ماشي طيباطي راه مزيان ولكن دابا حنا لا اشنو الاولويه اللي بالنسبه لكم تبغى هذا المجلس يحطها في برنامج العمل ديالو الاولويات؟ الاولويات برنامج العمل ديالو نرجعوا حنا للدستور ديال البلاد الفصل الاول الباب الاول اللي هو خص تكون شراكه وحكمه جيده وخصنا جهويه موسعه باش نوضوا نشتغلوا مجموعين. يعني دابا بالنسبه للمجالس خاصها تنفتح لجمعيات المجتمع المدني باش تاخذ من عندهم الافكار والاقتراحات اللي باش تخدم بها. دابا هما سادين على روسهم ما باغيش الجمعيات يدخلوا معاهم في التسيير وفي هذاك الشيء وراه كتشوف دابا الصراع اللي كاين دابا ديال الجمعيات كاين الاقصاء ديال واحد المجموعه ديال الجمعيات كتقصى من الافكار ديالها ومن سميتو كتسميتو. واخا نجيو لمقاطعة مولاي رشيد كما قلت ناخذوها نموذج على مستوى مقاطعة الدار البيضاء والمقاطعات المحيطة بمدينة الدار البيضاء، هذه المقاطعة علاش ما بغاش تقلع؟ يعني من التسعينات ونفس المشاكل ونفس الملفات يبقوا يتعاودوا، يعني بعض السكان تاع هذه المقاطعة يعني تصابوا بالملل والضجر تيقول ربما هذا قدرنا أننا نعيش في هذا الوضع اللي احنا فيه الآن. بالفعل دابا مولاي رشيد من تاريخ الظاهر ديال تأسيس ديال الجماعة في 1993. من 93 من 93 الى الان باقي لي حتى الساعه منطقه مولاي رشيد ما عرفتش مشاريع لا على مستوى المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ولا على مستوى التسيير الجماعي. بالنسبه كنشوفوا حنا دابا حتى بالنسبه حنا كان عندنا مشكل ديال الحي السدري كنا الحي السدري عندنا مشكل ديال التزفيت ديالو التجهيز ما مجهزش عطاو الناس بنا كل شيء. حنا بغينا باش يتحدد المشكل وتبعناه وخدرنا واحد المجموعه ديال سميتو اتصالات كل شيء في اخر المطاف وقف بين العامل اللي كان ديك الساعه على اننا نبيعوا هذوك المتنفسات ديال الساكنه دوك البلايص اللي غادي يكونوا جرادي خصنا نبيعوهم باش ناخذوا ديك الفلوس ديال ذوك القاعي باش نديروا الهيكله ديال باش نصاوبوا التزفيت ونكملوا البنيه التحتيه. هذه من جهه، من جهه اخرى اننا منطقه مولاي رشيد هي واحد المنطقه اللي هي كتعرف املاك مخزنيه كثيره والاعضاء كلهم اللي جاوا اشتغلوا على اساس ما اشتغلوش على اساس انه باش يخدموا المنطقه ولا شي حاجه، اشتغلوا على اساس انه باش يديروا التفويتات ديال 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 الاقامات وديال تفويت اراضي ومشاريع تما تعطات بزاف. كنشوفوا حنا واحد المجموعه ديال الاعضاء اللي هما كنعرفوهم ابناء المنطقه عندنا وكل شيء اللي هما دخلوا مساكن ما عندهم تريال. بقدرة القادر دابا خواو السيكتور وصبحوا ساكنين في إقامات في يعني على القيمة بشكل مزيان مزيان بزاف كاع ووليداتهم وصبح كل شيء والمنطقة بقات الواقع والمنطقة بقى هي حتى بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حنا كنشوفوا فينا هي كاينة في الأوراق. حنا دابا يلاه مر دابا باش احتفلنا ذكرى 17 ذكرى 17 ديال الورش اللي هو ورش وطني وطني ورش ديال صاحب الجلاله وسبقونا دوال في هذا البرنامج ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكانت عندهم قفزه نوعيه مزيان ونقدوا البلاد ديالهم من ناحيه الاقتصاديه من كل شيء. دابا حنا ما عندناش لا اسواق نموذجيه لا تكوينات الشباب والشابات حتى بالنسبه للملاعب القرب حتى ولات اي شاب بغى يمشي
يسخن شويه ولا يحرق شويه خاصو يخلص. هنا كاين قال الشباب ولا عندنا علاقه فراغ ما عندوش فاش يعمر هذاك الفراغ ديالو. آه. قبل الانتخابات واثناء التشكيل تاع المكتب تاع هذه المقاطعه تاع مولانا رشيد وقع واحد الحرب، يعني البعض تيقول بان الناس اللي تيتسارعوا راه عندهم افكار باش يعني ينميوا هذه المنطقه هذه، ولكن غير سنه الانتخابات يعني ما حتى شي اثار وحتى شي تغيير في هذه المقاطعه. بالفعل حنا كنا كننتظروا زعما يعني من بعد المجلس السابق بان هذا المجلس غادي يجي وبان عنده السيد الرئيس اللي مرشح ودار الرئاسه بان فايت كان رئيس عنده تجربه دوز واحد ثلاثه من 73 ومن 93 هو رئيس جامعة الى حدود 2005. قلنا راه زعما هذا غادي 2003. غادي يكون بين عنده تجربه وعنده كل شيء غادي يعرف كيفاش يسير المسائل. الا كنتفاجئوا حنا ما لقيناه بان ولينا كنطرحوا على المجلس السابق. اي في اي تجربه تطرحوا على المجالس اللي سبقوا. هذا مشكل هذا. تتبدل صاحبك مكرف كما سمعت. تتبدل صاحبك مكرف. دابا بالنسبه دابا للمجلس دابا كنعرفوا دابا واحد المجموعه ديال المرشحين اللي مرشحين مع الرئيس اللي خادوا مصالح من مصلحه الثقافه من واحد المجموعه ديال المصالح. دابا هذوك ولاو دابا شجعوا سدوا الباب على الجمعيات سدوا عليهم الباب وبداو كيعطيو جمعيات اخرين خارج المنطقه وخارج المقاطعه مولاي رشيد. كيجي دابا جمعيه من قنطخور كتجي. انا كنتفاجئ انا مشيت كيبان لي بان نشاط جاي دايره واحد الاكاديميه دايره نشاط ديالها على اساس انها دايره الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل. ومن داروا تماك جابوا ناس اللي هما لا علاقه لهم بالمنطقه حتى ولاو دوك الجمعيات جايين ولاو دوك الجمعيات ديال المنطقه ولاو هما الضيوف مريحين كيهضروا لنا على شي حاجه اللي احنا ما من كيقول لك كنهضروا على حقوق الطفل كنقول لهم وفينا حقوق دابا كتهضروا لنا على حقوق الطفل اليوم العالمي لحقوق الطفل وحنا كنقولوا فينا هو الطفل ديال مولاي رشيد اللي هو ما عندوش فضاءات ما عنده والو وعند كاين فضاء ديال الطفل كتلقاه عند الباب هذاك اللي شاد الفضاء ديال المجلس المدينه واقف عند الباب كيقول لك اعطيني 55 دراهم باش يدخل الدري من كيدخل كيبغي يلعب شي لعبه كيقول لها راه 2 دراهم اذا فينا هو هذا حق الطفل. لنفرض انا سي حسن المطروف دابا ندير واحد السيناريو حسن المطروف امام يعني عمده مدينه الدار بدا وجه لوجه، اش غادي يطلب منها؟ اش الملفات اللي انت تتبان لك انها يجب الانكباب عليها باش ننميو هذه المقاطعه تاع مولاي رشيد؟ والمقاطعات اللي هي محيطيه. دابا الحل اللي خاصو يكون خاصنا يكون عندنا تقسيم عادل بالنسبه للاستفاده. مولاي رشيد لانه عنده المدخول ديالو كيمشي ليه يهود ليهم هما تما كاين كتنفق على مقاطعات اخرين اللي هي في المستوى ديالها مزيانه عندها كل شيء مهيئه كل شيء. حنايا تماك ما عندناش. يعني انت من الاصوات اللي تقول بان المنحه خاصها تكون انطلاقا من هذيك الامكانيات الماديه اللي تتوفر كل مقاطعه على حده. انا اللي غنمشي انا غنساهم مع مجلس المدينه ولكن خصني ناخذ واحد النسبه. نسبه تاخذ مقاطعه مولاي رشيد. حنا كنعرف دابا حتى بالنسبه للتشغيل التشغيل راه هو كيتحمل مسؤوليه مجلس المدينه كيتحمل مسؤوليه تشغيل الشباب لان هو عنده شركات عنده هنايا خاصو يفرض على الشركات كل شركه يفرض عليها يفرض على واحد المجموعه ديال الشباب في المنطقه بحال دابا عندنا حنا في مولاي رشيد عندنا حي صناعي من عندنا حي صناعي حي صناعي ما مستفيدش منه ابناء المنطقه ابناء المنطقه راه ما كيدوروا كاين اللي متهنين التخدير كاين اللي داير مسكين داير باع متجول داير باع متجول داير حمار وداير داكشي هذاكشي علاش دابا عندنا هنا في مولاي رشيد الا جيتي كتبان لك عباره على شي قريه صغيره قريه معزوله على المحيط الحضاري كتلقى الدواب كثره كتلقى الكلاب تلقى الازبال كتلقى حتى بالنسبه للسلطه المحليه تاهي ما قايماش بالواجب ديالها كتلقى واحد كيبني بناء عشوائي الدار طالعه مستافده عطاتو الدوله استافد كيجي كيدير براكة عند الباب الدار. كنا ولينا كنشوفو حتى في الشوارع ولات كتبنى سميتو الاكواخ. حتى بالنسبه من كتكون ديك الولايه كتعطي ديك الانطلاقه ديال تحرير الملك العمومي عندنا حنا ما كتوصلش. عمرها ما وصلت عندنا حنا كاع تحرير الملك العمومي في مولاي رشيد عمرها ما وصلت.
كتجي تما كتلقى العقلات تسير، تلقى البريريك، تلقى الدواء كلشي. هذاك الشيء علاش حنا دابا كنطالبوا باش يرجع الظاهر ديال القانون ديال 77 ديال الجامعات المحليه اللي هي كانت قايمه بهذا الواجب. هذا كان الاسبان ما تلقاهاش، كان البناءات العشويه ما تلقاهاش، كان الدواء ما كتلقاش كيدورو، كانت المسائل غادي منظمه مزيان. سي حسن شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.